مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. والبدايه إذن بملف التدابير التي اقرتها الحكومه لمرافقه المتعاملين الاقتصاديين في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك من اجل مرافقتهم والتخفيف من وطأة جائحه كورونا على المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال. ولمناقشة هذا الملف نسعد مشاهدينا الكرام باستضافة السيد فوزي هوام، المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. أهلا بكم سيدي، وشكرا على تلبية دعوة البرنامج. شكرا على الاستضافة. شكرا. في البداية سيد هوام، إذن الإعفاء الكلي خاصة يعني من أهم هذه المرتكزات التي أقرتها الحكومة من أجل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، الإعفاء الكلي لغرامات الزيادة أو التأخير، وذلك من أجل التخفيف من وطأة جائحة كورونا على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين. شكرا على الاستضافة، وهي فعلا فرصة سانحة لتقديم معلومة مهمة جدا للمؤمن لهم اجتماعيين والمواطنين فيما يتعلق بالتدابير التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، لأنه من المهم أن نعيد الحق لأهله، فهذا قرار جاء بأمر من السيد رئيس الجمهورية. طبعا نظرا لأهمية هذا الموضوع وحساسيته ورغبة الدولة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، جاء بأمر ولم ينتظر حتى انعقاد جلسات المجلس الشعبي الوطني، لأنه كانت الأهمية في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين أمام وضعية اقتصادية صعبة جاءت جراء جائحة كان الإجراء كورونا. استعجالي كان لابد استعجالي. منه استعجالي، وبالتالي بدأت إجراءات وتدابير الأمر الرئاسي رقم 21-12 المؤرخ في 25 أوت ابتداء من أول سبتمبر 2021، وهي كانت فرصة مهمة جدا للمتعاملين، بل أنها جاءت استجابة لنداء ورغبة المتعاملين الاقتصاديين الذين بادروا باقتراح تخفيف من الأعباء التي يعيشونها من أجل المحافظة على الصحة المالية لمؤسساتهم، وبالتالي المحافظة حتى على مناصب الشغل. طبعا هذه من أهم النقاط التي جاءت إذا كما أسلفنا الذكر للتخفيف من حدة أعباء هذه الأعباء الناجمة عن الأزمة الوبائية التي أصابت الكثير من المتعاملين الاقتصاديين على المستوى الدولي وأصابت كبريات الاقتصاديات العالمية. هذه المساعي أيضا جاءت أيضا لمرافقة حتى صغار المتعاملين الاقتصاديين من أجل الحفاظ كذلك على مناصب الشغل، من أجل يعني الحفاظ عليها ولكي لا نفقد يعني مناصب الشغل في هذا المجال أيضا. هي في الحقيقة هو الخيار كان صعب، لكن القرار كان شجاع وكان سيدا، لأنه جاء في وقت صعب حتى بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي التي في بدورها تعيش وضعية مالية حساسة. لماذا؟ لأنه من جهة هناك شح للموارد نظرا للوضعية الاقتصادية التي يعيشها المتعاملين الاقتصاديين الذين يساهمون في اشتراك الضمان الاجتماعي، ومن جهة أخرى زادت مصاريف المتعلقة بالخدمات الطبية والتي كانت جراء كوفيد 19، وبالتالي هذا الإجراء جاء ليعطي خطوة إيجابية تسمح للمتعاملين الاقتصاديين من التخفيف من تبعات الديون التي تراكمت جراء هذه الجائحة، وصار من الصعب عليهم استيفاء اشتراكاتهم الضمان الاجتماعي، وصارت عقبة ربما لمسارهم الاقتصادي. وهذا القرار جاء ليأتي بتسهيلات بشتى الأنواع، ليسمح للذين دفعوا اشتراكاتهم مباشرة من الاستفادة المباشرة من الإلغاء، وسمح أيضا للذين لديهم ديون من تجزئة على أقساط اشتراكاتهم، ثم الاستفادة في نهاية المطاف من إلغاء زيادات وغرامات التأخير. هذا يجرنا طبعا للسيد فوزي للحديث عن الآليات الميدانية التي اعتمدتها هيئة الضمان الاجتماعي. ما هي يعني أهم مرتكزات هذه الآليات التي جسدتم بها هذا المشروع؟
هي منذ صدور هذا الأمر تم تسخير كل الموارد البشرية والمادية لصناديق الضمان الاجتماعي المعنية، وهي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كناس، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء كازنوس، والصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر لقطاع الري والبناء والأشغال العمومية ككوباط. كل هذه الصناديق معنية بهذه الإجراءات، والمتعاملين المنتسبين إلى هذه الصناديق معنيين، وبالتالي تم بما أنهم المعنيين معروفين لدى هيئة الضمان الاجتماعي، كان هناك تقرب من هذه المتعاملين أو من ممثليهم لإعلامهم بهذه التدابير وضرورة الإسراع في الاستفادة من هذه التدابير. هناك بعض المتعاملين تم إلغاء مباشرة زيادة وغرامة التأخير لأنهم كانوا يستوفون الشروط وكانوا قد دفعوا اشتراكاتهم الأساسية، وبالتالي لم يحتاجوا حتى للتنقل، تم إلغاء مباشرة زيادة وغرامة التأخير. بعض المتعاملين الذين تم التقرب منهم علموا أهمية هذه التدابير وأقنعوا بضرورة دفع اشتراكاتهم دفعة واحدة، خاصة الذين يحتاجون وثائق لتعاملات تجارية، وهادو قاموا بتسديد اشتراكاتهم واستفادوا مباشرة من إلغاء زيادات وغرامات التأخير. البعض الآخر الذي لا يتوفر على المالية اللازمة لدفع الاشتراكات الأساسية قاموا بالانخراط في جداول وأقساط لدفع الاشتراكات، وهذا يسمح لهم على مدة قد تصل إلى سنتين أو 3 سنوات لدفع اشتراكاتهم، وبعد دفع آخر قسط من الاشتراكات المطلوبة يتم إلغاء مباشرة زيادات وغرامات التأخير. طيب في هذا السياق يعني لحد الآن كيف يعني تقيمون، هل هناك من تقييم مرحلي لهذه العملية؟ سؤال وجيه، لأن الحصة هذه تتزامن مع آخر أيام صلاحية هذه التدابير. المرة الأولى التي قدمنا فيها في نفس الحصة كانت في 5 سبتمبر وكانت في بداية هذه العملية، وعلى هذا الأساس كما تفضلتم فهو نقدر نقول مرحلة تقييم لهذه العملية. الحمد لله كنا متفائلين، وكانت نتيجة على مستوى التفاؤل، لأنه إلى غاية 20 جانفي 2022 تمكنا من تسوية وضعية أكثر من 600 ألف متعامل الذين تقدموا واستفادوا من هذه التدابير، منهم 320 ألف تم إلغاء زيادات وغرامة التأخير مباشرة لأنهم دفعوا اشتراكاتهم كما قلت الأساسية، 227 ألف متعامل تم إقناعهم لدفع اشتراكاتهم دفعة واحدة، وبالتالي استفادة من إلغاء زيادات وغرامة التأخير، بينما 54 ألف متعامل انخرطوا في جدولة ديونهم على أقساط لتصل حتى إلى 3 سنوات للاستفادة فيما بعد من إلغاء زيادات وغرامة التأخير. وبالتالي تقييمنا حتى وإن كان إيجابي، نحن نطمع أن تكون الاستجابة أكثر، نحن لا نريد أن يفوت أي متعامل هذه الفرصة لأنها فرصة استثنائية، الظروف الاقتصادية والصحية لهيئة الضمان الاجتماعي لا تسمح بمثل هذه التدابير، لكن استجابة لطلب المتعامل الاقتصاديين تم أخذ هذا القرار الشجاع لمرافقتهم، ولهذا نحن لا نريد أن تفوت هذه الفرصة ونسمح لكل المتعاملين من الاستفادة من هذه التدابير وتسوية وضعيتهم تجاه هيئة الضمان الاجتماعي. وهو ما يتمشى كذلك، هذه الآلية طبعا تتمشى أيضا، وبرنامج يعني الإنعاش الاقتصادي الذي تسطره الدولة أو تسطره كذلك الحكومة للحفاظ على هذه المؤسسات، إذا كان لزاما على هيئات الضمان الاجتماعي أيضا أن تساير يعني هذا المسعى في هذا الإطار. هل يعني بالنسبة للذين لم يستجيبوا يعني لهذا التدابير، هل هناك تفكير من طرفكم لربما تمديد هذه المدة، أو يعني هل هناك من تدابير أخرى للتعامل مع هؤلاء مع هذه الفئة؟ يعني هو في الحقيقة يجب التوضيح بأن قوانين الجمهورية هي قوانين سارية المفعول وتطبق، وتطبيق زيادات وغرامات التأخير هو مهم لديمومة منظومة الضمان الاجتماعي لمن لم يلتزم بتسديد اشتراكاته في مجال الضمان الاجتماعي، وبالتالي هذه التدابير الاستثنائية جاءت كاستثناء
على قانون عام وساري المفعول. وعند انتهاء هذه التدابير نحن مضطرين لتطبيق قوانين الجمهورية، لأن هذه ملزمة لكل متعامل وكل صاحب عمل. ولهذا السبب ما زالت أمامنا أربعة أيام ليس لتسديد اشتراك الضمان الاجتماعي، وإنما للتقرب فقط من هذا الضمان الاجتماعي والاستفادة من هذه التدابير، والدفع يكون فيما بعد على أقساط يمكن الاتفاق فيها بين هيئة الضمان الاجتماعي والمتعامل. يعني هات الأربعين هي كافية. وبالمناسبة ربما نعلم السادة المشاهدين والمتعاملين أنه حتى خلال يوم الجمعة ويوم السبت المقبلين صناديق الضمان الاجتماعي ومراكز الدفع راح تكون مفتوحة لتدارك أي تأخر يكون حصل على مستوى المتعاملين الاقتصاديين، وسيكونون فعالين إلى نهاية آخر أجل وهو 31 جانفي 2022. سوف نستقبل بكل رحب واسعة كل المتعاملين للاتفاق على الكيفيات الاستفادة من هذه التدابير. هل هناك يعني هل خصصتم يعني شبابيك خاصة بها لهذا الغرض أم كل مراكز الضمان الاجتماعي؟ كل الشبابيك التابعة للهيئات هي مفتوحة وتستقبل المتعامل الاقتصاديين. وعلى كل حال المتعاملين يعرفوا هذه المكاتب لأنهم معتادين التعامل معها، وهي مفتوحة وتم تسخير موارد بشرية إضافية خاصة الأيام الأربعة المقبلة للسماح لأكبر عدد ممكن كلهم إذا كان الأمر لازم للاستفادة من هذه التدابير. إذن هذه فرصة لا نريد أن نفوتها. إذن فرصة سالحة على كل حال لجميع المتعاملين الاقتصاديين للاستفادة من هذه التدابير. طيب سيد الفوزي، بغض النظر عن هذه التدابير ونحن نتحدث عن منظومة الضمان الاجتماعي، يعني أين وصل مشروع الرقمنة في مجال الضمان الاجتماعي؟ شكرا على هذا السؤال، سؤال وجيه ومهم جدا، لأن الرقمنة تدخل في من بين التزامات السيد رئيس الجمهورية، وتجمع بين التزامين. الالتزام الأول التزام 42 الذي يقص المحافظة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، والالتزام الثاني الذي يخص تفعيل وتسريع رقمنة مصالح الدولة وسير الدولة. وكما تعلمون أن عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي هي ورشة مفتوحة منذ سنوات، لكن حصل لها تفعيل وتسريع في الآونة الأخيرة بفعل تعليمات السيد رئيس الجمهورية، ولهذا عرفت نشاطات كثيرة وتطوير تطبيقات إلكترونية عن بعد، تطوير بوابات عن بعد تسمح لهيئات الضمان الاجتماعي بالتفاعل والتعامل مع المتعاملين الاقتصاديين، مع المؤمنين اجتماعيا من خلال هذه التطبيقات لتجنيبهم التنقل، خاصة في ظل هذه الجائحة، جائحة كوفيد التي لا يستحب التنقل فيها لعدم الإصابة بهذا الفيروس العدوى. نعم، كانت أيضا هذه إجراءات اللي هو ما خفف كثيرا على المتعاملين أو المؤمنين اجتماعيا، الذي يعني لتفادي التنقل إلى مكاتب وشبابيك الضمان الاجتماعي، ووفر عليهم الجهد، كذلك الجهد الكبير طبعا. المجهود العصرنا كان يتمثل في تتبع كل مراحل التي يحتاجها المتعامل في تعامله مع الضمان الاجتماعي، من التصريح بالعمل وبالعمال، من دفع الاشتراكات، بالاستفادة من الأداءات والخدمات. كل هذه المراحل تمت رقمنتها والتعامل فيها عن طريق تطبيقات. نعطي مثال، مثل التصريح بالمرض، تصريح بعطل الأمومة، تصريح بالعمال، تصريح بالنشاط، دفع الاشتراكات الضمان الاجتماعي، حتى في التعامل مع الهيئات المتعاقدة مع هيئة الضمان الاجتماعي التعامل يكون عن طريق بطاقة الشفاء، ويجنب المتعامل والمؤمن له اجتماعيا من دفع مصاريف الخدمات الطبية التي تقدمها هيئة الضمان الاجتماعي، حتى في صندوق الوطني للتقاعد لتخفيف التعب والتنقل للمتقاعدين تم استحداث تطبيقات تسمح بالتعرف على وضعية المتعامل عن طريق التطبيقات التقاعدي، والتي تسمح باحتساب التقاعد بوضع صورة حتى للعمال الذين لم يبلغوا سن التقاعد من احتساب
قيمة التقاعد بناء على مداخيلهم الشهرية، يستطيع أن يتعرف تقريبا على مستوى معاش التقاعد الذي سيتلقاه. حتى بعض الوثائق التي تعودنا على طلبها بصفة دورية في فترة الكوفيد تجنبنا المتقاعدين من دفعها، وفضلنا التعامل مع الإدارات التي يمكن أن تسلم لنا هذه الوثائق، لا سيما مع مصالح وزارة الداخلية التي وضعت تحت تصرفنا سجل المدني الذي يسمح بالتعرف على وضعية المتقاعد. ينقص الكثير من العناء كذلك على خاصة فئة المتقاعدين، وهي فئة يعني مسنة لحد ما. طيب، هل يعني بوضع هذه التطبيقات هل لمستم يعني استجابة من طرف المواطنين أو المؤمنين اجتماعيا بالتعامل بهذه التطبيقات الإلكترونية؟ هي في كما تعرفون كل تحديث جديد، كل عندما ندخل خدمة جديدة نحتاج إلى القليل من شيء من الوقت ليتعود المتعاملين على الاستفادة من هذه الخدمات، لكن الفئة الشابة والفئة المتفاعلة مع وسائل التكنولوجية أخذت الأمور بكل بساطة. ربما بالنسبة للمتقاعدين يحتاجوا شوية إلى وقت للتعامل مع هذه التطبيقات. قال مسألة مطروحة خاصة على الفئة المتقاعدين. المتقاعدين، لكن بالنسبة للفئة الشبانية والعمال يعني في الناشطين فإن المسألة لم تعد إشكال بالنسبة إليهم، وأصبحوا يتعاملوا ووجدوا سهولات في التعامل معها، خاصة عندما نجد أن العامل لم يعد مجبرا للتنقل لهذا الضمان الاجتماعي لتقديم عطلة مرضية، يستطيع يعني أن يدفعها عن طريق البوابة، بوابة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الأجراء، وهذا يجنبه التأخر الذي قد يلغي التكفل بالتأمين على المرض وأيضا ينقص عليه التعب. يعني كل هذا الهدف من المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من خلال مشروع الرقمنة هو تجنيب المتعامل من التنقل. لا نريد المؤمن له اجتماعي أن يكون في حاجة إلى التنقل إلى هيئة الضمان الاجتماعي. إذا استطعنا أن نجعل كل الإجراءات عن بعد إلكترونيا وأن نفضل التعامل مع الإدارات بدلا من طلب الوثائق مباشرة المؤمن له اجتماعيا، يكون هذا الطلب إلى الإدارة المعنية بتقديم هذه الوثيقة، وهذا سيكون يعني المثال الأحسن لتجنيب كل الإجراءات الإدارية. سيخفف الكثير من الإجراءات. أكيد. سيد فوزي. هو طيب لربما لتحسيس أكثر يعني بالمؤمنين اجتماعيا بهذه الإجراءات وهذه البوابات الإلكترونية، كان لزاما كذلك بتسطير يعني برامج تحسيسية يعني تعريف المواطن بهذه الإجراءات وبهذه البوابات الإلكترونية. هل رافقتم هذه المساعي ب يعني حملات تحسيسية إعلامية لهذه الفئات؟ هو الجميل في الأمر أن هيئة الضمان الاجتماعي أصبحت تشكل شبكة علاقات مع المتعاملين، مع ممثلين المتعاملين الاقتصاديين، الجمعيات، جمعيات الحرفيين، وفي بمناسبة كل لقاء مع هذه الجمعيات هي فرصة لتقديم كل الخدمات التي تقدمها هيئة الضمان الاجتماعي. إذا كل الوسائط العلمية الإلكترونية أو عن طريق اللقاءات والأبواب المفتوحة التي تنظمها هيئة الضمان الاجتماعي هي كلها فرص تقدم فيها هيئة الضمان الاجتماعي كل الخدمات وكل الوسائط الإلكترونية التي تضعها بين أيدي المتعاملين الاقتصاديين وبين أيدي المؤمنين اجتماعيا. طيب، هذا مشروع طموح للرقمنة وعصرنة هذا القطاع. هل يعني من تفكير في ربما برمجة آليات أخرى غير يعني هذه البوابات الرقمية لإضفاء أيضا الكثير من التسهيلات والإنسيابية كثيرا في هذه التعاملات يعني بين هيئات الضمان الاجتماعي ومختلف شرائح المجتمع من متقاعدين ومؤمنين اجتماعيا؟ هي أكيد، لأنه كما قلت في مناسبة أخرى أنه الرقمنة هي بالنسبة إلينا هي ورشة مفتوحة، وفي اللحظة التي أكلمك فيها ومع السادة المشاهدين هناك تقنيين يقومون حاليا بتطوير تطبيقات الإلكترونية لتسهيل التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين مع مؤمن لهم اجتماعيا، سواء في كازنوس صندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
كل هذه الصناديق تقوم بتطوير تطبيقات حاليا التي سترى ثمارها خلال السنة إن شاء الله، وستكون سندا للمؤمنين اجتماعيا للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي عن بعد، وباستعمال بوابات الخاصة للضمان الاجتماعي. وستكون إن شاء الله هناك تسهيلات أخرى لتجنيبهم من تقديم وثائق في تعاملاتهم مع هيئة الضمان الاجتماعي. أكيد طبعا التفكير يجب أن يكون في هذا المسعى للتخفيف كذلك من الكثير من يعني الأمور التي كانت تشكل حجر عثرة في يعني في وقت الماضي. على كل حال هذه التدابير وأخرى من شأنها أيضا أن تشكل إنسيابية كثيرة على المواطن والمؤمنين اجتماعيا، خاصة المتعاملين الاقتصاديين الذين يشكلون الآن يعني لب العملية الاقتصادية، ولا بد من الحفاظ على هذه يعني المؤسسات الاقتصادية، ومن خلال مرافقتها من طرف أجهزة الضمان الاجتماعي. الاقتصاد الوطني أيضا قائم على هذه التوازنات الكبرى للاقتصاديات هذه المؤسسات الصغيرة، كان لابد عليكم أيضا مرافقتها. هل من إجراءات يعني جديدة غير يعني الإجراءات هذه التي طبقت والتي ستنتهي الفترة تاعها يعني في نهاية هذا الشهر؟ هي لو نعود يعني برنامج على المستوى القريب أو البعيد. هي لو نعود إلى مهمة هيئة الضمان الاجتماعي، وهي مهمة نبيلة واجتماعية بامتياز. لماذا؟ لأنها مكلفة بضمان تغطية اجتماعية لكل الفاعلين في البلاد، سواء المتعاملين، سواء المؤمنين الاجتماعيين، الأجراء أو غير الأجراء. هذه المهمة، وبالتالي نظن التحدي على المدى المتوسط هو السعي لتوسيع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية لكل الفئات، بما فيها الذين ينشطون في القطاع الموازي، والذين نريد أن نلحقهم بنشاط نظامي والسماح لهم بالاستفادة من تغطية اجتماعية. الهدف من المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي يسعى السيد رئيس الجمهورية للمحافظة عليها، هدفها هو ضمان تغطية اجتماعية لكل المواطنين بدون استثناء بمختلف فئاتهم. وبالتالي هذا هو من رأيي التحدي الكبير، لأنه رأينا من نتائج وباء كوفيد 19 أن بعض الفئات لم تجد وسائل لتغطية نفقاتها الطبية. لو كان الأمر بالنسبة للمؤمن الاجتماعي يجد مباشرة تغطية اجتماعية، سواء في شراء دواء أو التكفل على المستوى التكفل الطبي بصفة عامة. لهذا نريد أن نوسع، وهي الهدف المرجو من المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، هي توسيع التغطية الاجتماعية لتطال إلى فئات واحدة أخرى، كل المواطنين بدون استثناء. هناك أيضا خاصة فئة الحرفيين، هناك صغار الحرفيين لا بد من إشراكهم في هذه الترتيبات وفي هيئات الضمان الاجتماعي أيضا، كذلك من أجل حمايتهم اجتماعيا، وكذلك من أجل يعني مرافقتهم من الجانب الاقتصادي، يعني لكي لا نخسر هذه الحرف الصغيرة التي تشكل هي أيضا نواة في الاقتصاد الكلي في الوطن. والشيء الجيد ايضا في المنظومه الوطنيه للضمان الاجتماعي انه بمجرد انه المؤمن له اجتماعي يقوم بالانتساب الى هيئه الضمان الاجتماعي وينخرط في هيئه الضمان الاجتماعي، الاستفاده لا تكون له وحده وانما لكل العائله، تضمن التكفل الطبي والاجتماعي لكل العائله وكل المؤمن التابعين للمؤمن له اجتماعيا. ايضا نستطيع ان نقول انه ايضا هذه التغطيه الاجتماعيه تسمح بحمايه المؤمن له اجتماعيا لعرضه لعده اخطار، من بينها الاخطار التي رايناها بسبب هذه الجائحه، والتي ادت الى في بعض الحالات الى العجز لعدد كبير مؤمن له اجتماعيا. كان بعض الكثير، وهذا لا يخفى على احد، ان الكثير قد توفي رحمهم الله
ولم يجدوا ما يسد التغطية الاجتماعية. التغطية الاجتماعية إلا الذين كانوا مؤمنين اجتماعيا يستفيدون من كابيتال دي سي تاع لفائدة ذوي الحقوق. إذا كان متقاعد يكون هناك معاش منقول، إذا كان هناك ريع يستفيد من المؤمن يكون هناك ريع منقول لذوي الحقوق، وبالتالي يبقى التكفل متواصل. وبالتالي دورنا جميعا هو المحافظة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وربما هذه فرصة استغلها لإعادة بعث هذا النداء للمتعاملين الاقتصاديين لكل المؤمنين الاجتماعيين. بقيت 4 أيام، كانت هناك قرارات حاسمة وشجاعة ومهمة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين للتخفيف من الأعباء لديون اشتراكات الضمان الاجتماعي. هذه الإجراءات لا يمكن أن تتكرر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الضمان الاجتماعي. وبالتالي نداؤنا أن يستغل المعنيين من يستغل هذه الأيام التي بقيت 4 أيام التي ستكون فعالة. كل الأيام سوف يعمل الطواقم لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية خلال هذه الـ4 أيام بما فيها الجمعة والسبت، والأبواب ستكون مفتوحة لاستقبال المعنيين، ونرجو أن يستجيبوا وأن يكون أكبر عدد ممكن من المستفيدين إن شاء الله. إن شاء الله. إذن هي قرارات شجاعة، إذن كما تفضلتم لا بد من الاستجابة من قبل المعنيين ومن قبل المتعاملين الاقتصاديين لاغتنام هذه الفرصة. إذن شكرا جزيلا سيد فوزي هوام المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مساهمتكم في برنامج الظاهرة. شكرا جزيلا لك، ونلتقي في فرص أخرى إن شاء الله. شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا.